تعرفوا جميعا أن بلادنا كتمر هاد الأيام بظروف استثنائية، والمعروف علينا كنديروا يدينا في يد بعضياتنا باش نتعاونوا ونتضامنوا. هاد الروح التضامنية ونوقفوا مع بعضياتنا في الحزة منشية منا كمغاربة اللي ورثناها على آبائنا وجدودنا، واللي هي من قيم ديننا الحنيف اللي كيحثنا على التآخي والبدل والإحسان. وحيث أملنا فيكم كبير، سمعنا وكون معانا وخليك في الدار. باب التبرعات مفتوح، اللي قادر يعطي أي مبلغ ما يتسناش. بلادنا أمانة في رقبتنا وعندها دين كبير علينا، وفي هذا الوقت اللي خاصة نكونوا مغاربة حرارة. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم يا رب يا كريم، افتح لنا أبواب رحمتك، وافتح لنا أبواب رزقك، وافتح لنا أبواب فضلك. أيها الأحباب الكرام، حديثنا اللحظة عن انطلاق ميلاد جديد بعد كورونا. سوف يتم الإعلان عن ميلاد جديد للعالم، للإنسانية، لكل بني الإنسان. وهذا الميلاد الجديد سيكون كله خير، سنبدأه بخطوة إلى الوراء لكي نتقدم 10 إلى الأمام. هذا الميلاد الجديد ينطبق عليه قول الله تعالى: فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. بعض الناس ربما يستاءون من الوضع العام الذي أفرزته فيروس كورونا، يشعرون بالإحباط، يشعرون بالقلق، منهم من يشعر باليأس، منهم من يشعر بالاكتئاب، منهم من تسرب إليه القنوط من رحمة الله إلى قلبه، ومنهم من بدأ يضرب أخماس في أسداس ويقول: ضاع الاقتصاد، وضاعت السياسة، وضاعت الدولة، وضاعت البشرية، وينتظر الفناء. كلا كلا، هذا تفكير سلبي، هذا تفكير خاطئ. الحقيقة أيها الأحباب الكرام، أن فيروس كورونا هو فيه ما نكره، لكن ما بداخله من الخيرات لو فقهها المتفقهون وعلمها أهل البصر وأهل النظر لعلموا بأنه يخبئ لنا في طياته نعم كثيرة. وهذه سنة من سنن الله في خلقه. الله سبحانه وتعالى علمنا في كتابه العزيز أن من رحمته الواسعة وهو الرحيم. أول صفة وأقوى صفة من صفات المولى سبحانه عز وجل علاه الرحمة. الله رحيم، الله لطيف، كل ما يفعله الله تعالى رحمة، كل ما يفعله الله تعالى لطف، كل ما يفعله المولى خير. وإن خفي على بعض العقول العليلة أو بعض النفوس السقيمة، لكن أهل النظر وأهل الإيمان وأهل الاعتبار يعلمون كل ما يفعل ربك خير. لو اطلعتم على الغيب لعلمتم ما فعل ربكم إلا خيرا. فتعالوا بنا أيها الأحباب الكرام نعدد النعم، ونعدد الفتوحات، ونعدد الكرامات، ونعدد البشارات التي توصلنا بها في زمن الكورونا. أول شيء أيها الأحباب الكرام، وهو تقوية الإيمان في القلوب. صار الناس يعتقدون اعتقادا صادقا، اعتقادا بالدليل والبرهان على عظمة الله جل علاه. اعتقاد كان عند البعض يغيب، بعض الناس غلبت عليهم الدنيا وبدأوا يشعرون كأن الله غير موجود، ويرون المعجزات والكرامات، الشمس والقمر والنجوم ومظاهر الكون تدل على عظمة الله، ولكن لا يكادون ينتبهون أن وراء هذه الحركة للكون هناك إله سبحانه وتعالى. الآن صارت الإنسانية جمعاء في الهند، في أمريكا، في أوروبا، في الصين، في إفريقيا، في العالم العربي، الكل صار يستحضر وجود هذا الخالق، وأنه عظيم، وأن بيده مقاليد السماوات والأرض. ما شاء الله حينما يقول ربنا عن نفسه:
وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. ربنا لا يعجزه أي شيء. الآن تعرفنا على قدرة الله وعلى عظمة الله. إذا أراد أن يعذب عذب عذابا أليم، اسمه القهار واسمه الجبار، كما أنه رحمن ورحيم ولطيف بالعباد. الناس لم يعودوا يتعرفون على الغيب، صارت الأرواح تتساقط في بعض البلدان رغم العلم ورغم الطب المتطور ورغم كل شيء. صار الناس يسلمون أمرهم إلى الله، والكل صار يعتقد بانفراد الله سبحانه وتعالى بعلم الغيب، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، لا أحد يستطيع أن يعلم هذه المفاتيح سوى الله سبحانه وتعالى. ومفاتيح الغيب كما تعلمون هي خمسة، خمسة ذكرها ربنا في كتابه العزيز لما قال إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. فهذه نعمة عظيمة، صرنا نعتقد اعتقادا جازما قويا لا شك فيه ولا ريب بعظمة الله وقدرة الله وجبروت الله، مقام الألوهية، مقام الربوبية، مقام العبودية، صار الناس كلهم يستحضرونه بعد أن غاب على أذهاننا وأفكارنا ربحا من الزمن. من بركات كورونا أننا صرنا نكتشف ضعفنا، الإنسان ضعيف، صار الإنسان منا يكتشف هوانه ويكتشف حقارته. بني الإنسان الذي كان يقول بأنه هو القادر على التحكم في نظام الكون، الإنسان الذي كان يلقب نفسه بالسوبرمان، الإنسان الذي لا يقهر، الإنسان الذي يستطيع أن يتحكم في البيئة وفي الثروة وفي ميزان القوة ويتصرف في كل شيء، صار الإنسان يكتشف بأنه ضعيف وقدره بسيط وحجمه ضئيل جدا أمام إرادة الله وقوة الله وجلال الله سبحانه. سبحانه ما أعظم سانه. الله سبحانه وتعالى وحده علام الغيوب. آية في القرآن تسمى آية الكرسي هي من أعظم الآيات. ماذا قال فيها ربنا عز وجل؟ ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. هذا الفيروس الصغير كورونا لا يرى بالعين المجردة، واحتار فيه عباقرة الطب في العالم في القارات الخمس بكل ما أوتوا من قدرات وتكنولوجيا حديثة لم يستطيعوا، فالكل سلم الأمر لله. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. فالبشر مهما بلغوا في علمهم فإنهم لن يصلوا لمعلومة من المعلومات إلا بإذن الله. إن شاء الله سوف يتم اكتشاف لقاح لفيروس كورونا، ولكن هو موجود الآن، موجود، لكن الله تعالى منع أن نصل إليه حتى نستوعب الدرس، حتى نفهم المقصود من هذا البلاء. وبعد ذلك ربنا سوف يرفع اللثام ويرفع الحجاب وسوف نكتشف لقاح كورونا، ولكن قبل ذلك علينا أن نكتشف ضعفنا ونسلم لله سبحانه وتعالى بقدرته. فالبشر مهما بلغوا في العلوم والتكنولوجيا والقوة العسكرية، أي شيء هو بقدرة الله وعطاء الله. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. كذلك نلاحظ أن في زمن الكورونا رأينا قوة الإيمان واليقين بدأت تدخل إلى قلوب الناس أجمعين، حتى كبار القوم، رؤساء الدول، وزراء كبار، شخصيات عظيمة صارت تصرح بالدين وتصرح بالإيمان. سبحان الله، رئيس الوزراء الإيطالي قال إزاء عجز دولته أمام وباء كورونا، ماذا قال لما رأى بأن الوباء انتشر بقوة أمام عدسة الكاميرا؟ قال انتهت حلول الأرض، الأمر متروك للسماء. بعض التعليق في الإعلام الغربي ماذا قالوا؟
انتزعوا هذه هذا التصريح من هذا الوزير الإيطالي، فقالوا كلامه انتهت حلول السماء أو انتهت حلول الأرض والأمر متروك للسماء، هو إعلان لوفاة العلمانية. العلمانية تقول ما لله لله ومن لقيصر لقيصر، الدين يبقى في المساجد والكنائس والدنيا هي لبني الإنسان بالعقل. سبحان الله العظيم، هذه الواقعة جعلت وزير آخر في ألمانيا يقول كورونا جعلت البشرية كل واحد منا يخرج أجود ما عنده، يظهر أجود ما عنده ويخفي أسوأ ما عنده. كلام جميل من وزراء في دول أوروبية ودول أمريكية وفي دول آسيوية كثيرة، لو جمعناها كثيرا جمعناها برمتها سنلاحظ بأن العالم الآن يسير نحو التدين الصادق. وحتى النخبة السياسية التي تتحكم في نظام العالم صارت أكثر قوة في الإيمان وفي اليقين، سبحان الله عز وجل. وهذا يبدو أن الكثير من الشعوب العالم ستعود إلى خالقها وإلى بارئها. سنوقن جميعا بحاجتنا إلى الله، وأن الدين هو كلمة الله في الأرض، هو الأحق بالاتباع. سنرى بعد زمن كورونا في كل دول العالم سوف يتم استحضار مبادئ الدين بقوة، مبادئ الشريعة بقوة، والحمد لله الدين الحق كما قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام. وقد تجلى ذلك في العالم الغربي، رأينا في مجموعة من الدول الغربية يسمحون بارتفاع الآذان، الآذان يرتفع صوته من فوق المآذن، ورأينا أناس يسمعون القرآن في العالم الغربي ويبكون. من كان يظن أننا نصل إلى هذه المرحلة المتقدمة في الدعوة إلى الله لولا زمن الكورونا؟ وكذلك أيها الأحباب الكرام، من فتوحات كورونا لاحظنا بأن العديد من المذاهب الفكرية الهدامة التي غزت أفكار الناس وأخلاقهم، وكان بعض الفلاسفة وبعض المفكرين يظنون أنها هي بداية الحياة الحقيقية، ما يسمونها الحداثة أو ما بعد الحداثة. هذه من المذاهب الوضعية الغريبة ألهت الناس بالمادة والمال، قدست الشهوة والمتعة. الآن بدأت تتساقط، بدأت تتهاوى، والكل صار يعلم بأنها مجرد خرافات ومجرد ترهات وأنها لا تغني شيئا عن الله سبحانه. فالكل صار يعلم بأن المذهب الحق مذهب الدين ومذهب اليقين ومذهب الرجوع إلى الله. قال ربنا سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صار الناس كلهم يسيرون ويتلمسون أين هو الطريق المستقيم، وبدأ الناس يبتعدون عن الأمور التافهة. لاحظنا بأن كان هناك أمور تافهة، تجمعات بشرية تحت غطاء الفن وتحت غطاء كذا وكذا، الكل صار يجتمع نحو القرآن ونحو الذكر. وإذا كان هناك من فن فهو فن هادف، فن بناء، فن نقي. وسبحان الله، ربنا عز وجل قال فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. تعلمنا في زمن الكورونا أننا نقوم بترتيب الأولويات. في معظم الدول بدأوا يعيد التفكير، نحن في مغربنا العزيز صار عند الإنسان العادي في الشارع عنده فكر وطني وحس، حس إنساني، والكل عنده وعي، وعي شامل عند الناس كلهم، لم يعد الوعي خاص بالنخبة المثقفة. كتمشي عند إنسان عامي بسيط وكتلقى عنده فكر صار نقي وفكر خلاق ومبدع بفضل زمن الكورونا. صار يعلم ما هي ترتيب الأولويات، يعلم بأن ليس كل الأشياء ينبغي أن نضع في سلة واحدة. ترتيب الأولويات أولا هي الحفاظ على نظام الدولة. الدولة ككيان هي رحمة، الدولة فيها قوة، الدولة فيها استقرار، الدولة فيها ضمان للتقدم إلى الأمام. فنحن الحمد لله ما رأينا قامت به دولتنا المغربية عند انطلاق هذه الجائحة مفخرة لنا، وسوف يكتمه التاريخ بمداد من ذهب. فلا بد أن نحافظ على كيان الدولة.
ثم الحفاظ على مجموعة من الأولويات بدءا بالصحة، الصحة والأطباء والممرضين والمعالجين والصيادلة، كل هؤلاء هم في الخط الأمامي للمواجهة، فهم يعتقون الحياة وينقذون الأنفس. ثم رأينا أولوية التعليم، التعليم مهم، كان البعض يظن أنه في الهامش لا حياة بلا تعليم. تحية لرجال التعليم ونساء التعليم، أبناؤنا في البيوت رغم التعليم عن بعد صار ينقصهم التربية، وصار ينقصهم التهذيب، وصار ينقصهم المعرفة الحقة. نحن لم نكن نعلم حقيقة ما يقوم به رجال التعليم ونساء التعليم من جهود. كنا نبعث أبناءنا إلى المدارس حتى ولو كانت خصوصية وندفع الأموال ونشتكي، ولكن تبين بأن الجهود التي تقوم بها المدرسة سواء العمومية أو الخاصة مجهود كبير. إنهم يقومون بتربية أبنائنا، ويقومون بتهذيب أخلاقهم، ويقومون بتقويم سلوكهم، ثم بعد ذلك يلقنونهم معارف، معارف في الفيزياء والكيمياء وفي الرياضيات وفي الأدب والتاريخ والجغرافيا وعلم النفس وغيرها من المعارف. ثم صارت الأولوية أيضا لرجال الأمن وللسلطة المحلية التي هي رمز الدولة، لها علاقة مباشرة مع المواطن. تحية كبيرة لهم أنهم يقومون بخدمة إنسانية وحفاظ على سلامة وأمن الناس وأموال الناس. ولا ننسى كل من في الدولة، لكن هناك أولويات. من كان منا ينظر إلى رجال النظافة بهذه النظرة التي ننظر بها الآن؟ من قبل كان رجال النظافة ننظر إليهم نظرة كأنهم في الهامش، الآن صاروا رجال وصاروا في المقدمة، ولولاهم لعم علينا هذا الوباء، فجهودهم كبيرة. هناك أولويات، لابد إن شاء الله تعالى بعد زمن الكورونا نعيد ترتيب هذه الأولويات في حكوماتنا وبرلماناتنا وفي مجالسنا المنتخبة، ستكون هناك احترام للأولويات. كذلك أيها الأحباب الكرام، من فتوحات كورونا أنه صار هناك تعظيم لشأن العلم ولأهل العلم، فالمعرفة التي هي صمام الأمان لابد أن تبقى دائما الإنسان يتعطش إليها. ربنا عز وجل يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. نحن محتاجين أكثر لعلمائنا الأجلاء، مغربنا يزخر بعلماء أجلاء كبار جدا. عندنا المجلس العلمي الأعلى بالمملكة، وعندنا فروع له كثيرة، أكثر من 70 فرع، وكل فرع فيه أعداد العشرات من العلماء. جاء الوقت لكي نعطي الكلمة لعلمائنا، نعطي الكلمة لفقهائنا، نعطي كلمة للصالحين من أبناء هذا المجتمع ليكونوا في المقدمة، يملأوا وسائل الإعلام ويملأوا الفضاء كله، وينقلوا لنا تعاليم الدين الحق الذي هو مبني على الكتاب الصحيح والسنة النبوية المطهرة والمقاصد العليا للشريعة، والفكر النوراني الذي يبني ولا يهدم، الذي يجمع ولا يفرق، الذي يوصل القلوب إلى بارئها ويربط ما بين الخلق فيما بينهم برباط المحبة والتعاون والتآزر والتكافل. الحمد لله من فتوحات كورونا صار هناك إعلاء الخطاب الدعوي الملتزم. هناك خطابات دعوية كانت مظلمة، خطابات دعوية تدعو إلى الاصطدام مع السلطة وتدعو إلى إثارة الكراهية والحقد وتنتج لنا الفتن، وختامها تكون هناك سجون. ولقد تعذبنا كثيرا، تألمنا كثيرا من مسار في الحركة الدعوية الإسلامية مثلا في منذ السبعينيات إلى حدود الآن، وجدنا عدد كبير منهم في السجون. خيرة أبناء الأمة، ضيعنا جهود، ضيعنا أبناء، ضيعنا رجال أفداد. لو أننا اعتمدنا على خط دعوي سليم مستقيم متوسط فيه الوسطية والاعتدال ويدعو إلى القيم الإنسانية التي دعا إلى الإسلام، لكنا في مصاف الدول المتقدمة. الآن الحمد لله رأينا الدعوات التي كانت تنتهج أسلوبا غريبا بدأت إلى الضمور إلى الوراء،
وبدأت الخطاب الدعوي الذي يدعو إلى الخير، إلى المحبة، إلى العمل، إلى التآلف، إلى التآزر، إلى كل ما يحيي الحياة فوق الأرض. إنه خطاب يجدد النفوس ويوقد الضمائر ويحفز الهمم، وخصوصا أن الخلائق الآن خيفة، الناس خايفين، الناس صاروا مستعدين لتقبل الخطاب الديني أكثر من أي وقت مضى. كاللي كتكلموا على الدين يقول لك سكتني، بارك علينا، بدل الموجة. اليوم الناس يبحثون عن الخطاب الديني، لكنهم يبحثون عن خطاب ديني يحيي القلوب. ألم يقل ربنا عز وجل في كتابه العزيز: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. ثم أيها الأحباب الكرام، ألا ترون معي بأن من فتوحات كورونا أن هذا الحجر الصحي الذي فرضته السلطات في جميع دول العالم أليس هو فرصة عظيمة لا تعوض؟ فرصة للخلوة مع الله، فرصة للعبادة، أننا نخلو مع الله تعالى في هذه الفترة المباركة ونتقرب إلى المولى، نقرأ القرآن، نتأمل في كتاب الله عز وجل، نصلي النوافل، نطيل السجود، نؤدي الصلاة في وقتها خصوصا الفجر، نقوم الليل. عجيب من هذا الحجر الصحي، والله نعمة، نعمة لم نكن نعرفها. ثم هذا الحجر الصحي صار أيضا صناعة نفسية. كم من واحد منا لم يكن يعلم حال أولاده ولا حول بناته ولا وضعية زوجته، كان في البيت كالغريب، يدخل في وقت متأخر من الليل، يأكل وجبة طعام ثم ينام. الآن صرنا معا، الزوج والزوجة والأولاد والعائلة والأحباب، كلنا معا، وصرنا نقوم باكتشاف أخطائنا وعيوبنا ونقيم بإصلاحها، وصارت بيوتنا جنة. والله بيوتنا صارت جنة رغم صغر حجمها، رغم تواضعها، ولكن فيها نور الإمام، نسمع فيها الأذان في كل وقت، نصلي جماعة، نتلو فيها كلام الله، نجتمع لقراءة كتب مفيدة، نتعاون في المطبخ، كل منا يمد يد الآخر، نبتسم فيما بيننا، كل منا يتقبل أخطاء الآخر، يتقبله في سبيل الله. وبعد ذلك غير الأيام الأولى، كان بعض الأحباب يقول لك لم أطق الأيام الأولى، لم أطق علاقتي مع زوجتي ومع أولادي، كنت أقول له اصبر اصبر، الصبر مفتاح الفرج. الصبر يكون مرا في المراحل الأولى، لكن ما إن ينجح الإنسان في الاختبار حتى يتحول مذاق الصبر الذي كان أمر من العلقم يتحول إلى أحلى من العسل. سبحان الله، فعلا هؤلاء الأحباب قالوا الآن صرت أفرح والزوجة تفرح والأولاد يفرحون، نعمة عظيمة. وصدق ربنا عز وجل حينما قال: والله جعل لكم من بيوتكم سكنا، جعل لكم بيوتكم سكنا، السكينة في البيوت. ثم في هذه الظرفية أيها الأحباب الكرام، بدأنا نتذكر حقيقة الدنيا. لقد غفلنا كثير عن الدنيا، الدنيا حلوة خضرة. الكثير منا قبل زمن كورونا كان يحب الدنيا وحلاوتها وشهواتها وملذاتها، وكنا نظن أنها دوما هكذا. عندك المال، أنت هو سيد الناس، إذا انضفت إليه السلطة أنت هو سيد الأسياد. الآن ما ينفع المال وما تنفع السلطة وما ينفع أي مقام سوى مقام الإيمان. لقد تذكرنا بأن الدنيا ليست هي كل شيء، الدنيا دار مرور فقط، نعيش فيها فترة قصيرة من الزمن، ثم سوف ننتقل إلى الدار الآخرة، دار الجزاء والحساب. لهذا الكثير من الناس صار يفكر حقيقة هذه الدنيا، خصوصا الله يحفظنا وإياكم من فقدوا أحبابا لهم في هذه الكورونا، صار يتأمل كيف أن الدنيا بهذه البساطة قد تخطف منك الحياة وتصبح عدم. لا، لا تصبح عدم، ستنتقل من دار الفناء إلى دار البقاء. هناك دار أخرى تسمى دار الحساب والجزاء، هي الدار الآخرة. ولهذا الإنسان بفضل الكورونا لم يبقى هو الإنسان الذي كان ما قبل كورونا، لم تتمكن الدنيا من قلوبنا مرة أخرى، لن نسمح للدنيا أن تستحوذ على نفوسنا، لأنها دار الغرور، لا ينبغي أن نطمئن إليها، تغيرها سريع وتحولها يأتي فجأة. وصدق رب العزة حينما قال: وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو
وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. كورونا علمتنا الزهد في الدنيا، الزهادة في هذه الدنيا، لقد عاينا الإنذار، أحسسنا بالخطر، شاهدنا مصارع الناس وتتبعنا فيديوهات في العالم، تتبعنا ما وقع في إيطاليا، ما وقع في إسبانيا، ما وقع في بريطانيا، ما يقع الآن في الولايات المتحدة الأمريكية. وما أدراك ما هذه الدولة العظمى، غريب هذه الدنيا، إنها لم تستثني أحد. سبحانك، ما أعظم شانك. لقد صرنا فعلا نشعر بالخطر، نحس بأن الموت قريب منا، لقد سمعنا جرس الإنذار وشاهدنا مصارع الناس. وصدق الله تعالى حينما قال: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إياكم أن تغركم الدنيا أو يغركم الغرور، اللي هو الشيطان والعياذ بالله. الحمد لله من بركات وفتوحات كورونا أن الناس صاروا يسارعون في الخيرات. لقد شعرنا فعلا بأن القلوب بدأت تصحو في أزمنة العزلة، صارت محن التي كنا نشعر بها تدفع بنا إلى المزيد من العبادة وتوثيق الصلة مع الله سبحانه وتعالى. فعلا كل واحد من يتساءل، هل علاقته مع الله قبل زمن كورونا هي الأفضل أما بعد زمن كورونا؟ كل منا هو فقيه نفسه، لا شك أننا بعد زمن كورونا ازددنا إيمانا وازددنا يقينا وازددنا حبا في فعل الخير. ربنا عز وجل يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فصرنا نعبد الله، وصرنا نحث على التقوى، وصرنا نسارع في الخيرات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم، الناس صاروا يسارعون، ونهتم بالضعفاء ونحسن إليهم ونخفف من بلواهم ونعيش هموم الناس، نعطي البدل والإحسان والمساعدة عملا بقول الله تعالى: وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. كل واحد منا صار يعطي، يخاف، يقول: غدا قد أموت، ما تنفعني هذه الأموال، سأسأل عنها، سأسأل عن مالي، من أين اكتسبته وفيما أنفقته، سيكون علي حسرة. العاقل والمستثمر الحقيقي والتاجر الذكي هو الذي يقوم بالصدقة والإحسان والبذل حتى إذا مات سيجد بأن ماله قد سبقه. ادفع مالك أولا يسبقك للدار الآخرة، فإن أطال الله لك العمر ستجده ينمو، وإن قبض الله أرواحنا سنجد أموالنا وخيراتنا في انتظارنا. والحمد لله ببركة كورونا برزت قيم التعاون والإحسان والتراحم بين الناس. ثم لاحظنا إعلان التوبة والاستغفار، الكثير منا صار يتوب كل يوم، يجدد توبته. لقد تاب الناس إلى الله عز وجل توبة عظيمة، شعروا بالإنذار الإلهي أن الله قد طردنا من بيوته، قلنا اخرجوا أنتم مطرودين، وأغلق علينا بيوته المساجد، بل أغلق علينا الحرمين الشريفين، وأغلق علينا بيوت العبادة، وكأنه ربنا يقول لنا: أنتم سقطتم في الامتحان، اخرجوا مطرودين. شعرنا بالندم، شعرنا بالحسرة، شعرنا بالانكسار. بدأنا نستغفر مولانا ونتوب إليه ونتضرع، وهو القائل: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا، تضرعوا، نحن نتضرع. لكن هناك أقوام لا زالوا لحد الساعة يلهون، ولحد الساعة يجادلون، ما يريد أن يتضرعوا. هؤلاء القاسية قلوبهم، ربنا قال عنهم: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم. وقال: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. دائما في الإعراض، غفر الله لنا ولهم. الحمد لله نحن نشعر في زمن الكورونا بتجديد أعمال القلب، قلوبنا بدأت تتجدد من اليقين والإنابة والخوف من الله والرجاء فيما عند الله. بدأنا نشعر بحسن التوكل على الله والدعاء والابتهال إلى الله والشكر والحمد لله. ربنا أمرنا بذلك: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وصرنا نكف عن المعاصي، انظروا إلى الناس، الشارع العام لم يعد فيه معاصي، كانت هناك بؤر
معروفة يجتمع فيها الناس إما للسكر وإما للعربدة وإما للقمار وإما للفحش، كل هذا انتهى. الناس كفوا عن المعاصي وصاروا يحاسبون أنفسهم ويشتغلون بالطاعات ويشتغلون بما ينفع. لقد علموا بأن الله يرى، الله يسمع، الله معنا، ومن لم يرتدع فإن الله عقابه شديد. ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم خير عظيم في هذه الكورونا تدل على رحمة الله الواسعة. فإذا قمنا بتتبع هذه الفتوحات نعلم بأن هناك انطلاق ميلاد جديد لنا في مغربنا العزيز وللبشرية جمعاء في العالم. سيكون هناك حياة جديدة تميل إلى النظافة وتميل إلى التوبة وتميل إلى الخلق القويم وتميل إلى التعاون والتكافل واحترام أولويات الدولة وأولويات المجتمع وتحترم القيم الإنسانية النبيلة. سيكون حياتنا أفضل بإذن الله. قريبا سوف يزول هذا الوباء وسوف نتنفس الصعداء وسنرى الحياة أجمل مما كان. والله وبالله وتالله أقسم، قلبي يحدثني بذلك صادقا، بأن الحياة تكون جميلة جدا. وسوف نسرع من طرد هذا الوباء عن طريق الإكثار من الاستغفار والتضرع إلى المولى. فلنكثر أيها الأحباب الكرام من الاستغفار والتضرع إلى المولى، وربنا سوف يفاجئنا بألطافه الخفية ويفاجئنا بعطاءاته وكراماته. اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم عجل لنا بالفرج، اللهم آمين يا رب العالمين. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.